مواصلة للجهود الرامية لمحاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد عمار من تفكيك شبكة إجرامية تختص في تهريب ونقل المخدرات، حيث مكنت هذه العملية من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة وحجز كمية من المخدرات قدرت ب 3.960 كيلوغرام، مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام النيابة المختصة إقليميا. وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة تواصل جهودها في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، كما عالجت عدة قضايا مماثلة في هذا الشأن.